تكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أقوى دولة في العالم يمكن أن تنتقد على كل شيء وبسبب كل شيء تقوم به مهما كان صغيرا أو تافها. مثال على ذلك الطريقة التي أمسك بها ترامب مظلته بينما كان يهم بصعود سلم الطائرة الرئاسية. شاهدوا معي اللحظة التي أثارت ردود فعل ساخرة على تويتر. هذه عينة من الآراء التي وردت تغريدة لأرون يقول أمر لا يصدق، ترامب لا يعرف كيف يغلق مظلته فبدلا من إغلاقها ألقى بها على الأرض. أمبر تقول ترامب هو ترامب، فالطائرة بالنسبة له هي المال والمظلة هي وضعنا كشعب. جاسي يقول قصة زائفة أخرى، يا لها من نكتة. وهذه تغريدة أخيرة يقول على الأقل ترامب يعرف كيف يمسك بالمظلة ويعني يقارنه بالرئيس السابق أوباما الذي هناك شخص آخر يرفع له المظلة. الشتاء سيكون باردا هذه السنة، حضروا مظلاتكم أنتم ولا تنسوا أن تضعوها معكم في مكان ما. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.